مصرع قيادات حوثية في جبهة مران والسيطرة على الخط الرابط بين حرب والمزرق. القوات الحكومية تتقدم نحو مثلث عاهم وتطهر المزارع والتباب في مديرية حيران. تقرير خبراء الأمم المتحدة يظهر التحيز في التناول والعجز في تقييم الوضع في اليمن. الثالثة والنصف بتوقيت العاصمة صنعاء، أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية من قناة اليمن اليوم. تسعى ميليشيات الإرهاب الحوثية لارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات في المناطق التي تسيطر عليها في محاولة يائسة لحث المواطنين على دعم جبهاتها المنهارة في ظل إصرار أبطال المقاومة المشتركة والقوات الحكومية على ملاحقة فلولها في القرى والسهول والوديان لتخليص اليمنيين من شرورهم وإنهاء مشروع الميليشيات الطائفي الذي يراد له التمدد في اليمن خدمة لأجندات خارجية. لقي عدد من قيادات ميليشيات الحوثي الإرهابية مصرعهم بنيران القوات الحكومية في جبهة مران بمحافظة صعدة. مصدر عسكري أفاد أن القيادي الحوثي المدعو صلاح محمد جعدار والمدعو صلاح علي بداش أحد مشرفي الميليشيات والمدعو أحمد يحيى النعمان لقوا مصرعهم في مواجهات ضارية مع اللواء الثالث عروبة التابع للقوات الحكومية في منطقة مران. ذكر المصدر أن مدفعية القوات الحكومية قصفت تعزيزات الميليشيات كانت في طريقها إلى جبهات الظاهر وحيدان، مؤكدا أن القصف أسفر عن مصرع عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات علاوة على تدمير عدد كبير من الآليات والمعدات القتالية التابعة لها. تصر القوات الحكومية على تطهير البلد من ميليشيات الظلام الحوثية لتعلن تقدمها نحو مثلث عاهم ومقتل 17 من عناصر الميليشيات بالإضافة إلى جرح العشرات في واحدة من الجبهات التي تعد مفصلية لاستكمال تطهير محافظة حجة. زي ما انتم الان بتشاهدوا الانتصارات اللي بتتحقق اليوم، هذه معركة اللي هي باتجاه تم السيطرة على فصل الاتجاه الشرقي عن الاتجاه الغربي باتجاه مثلث عام واتجاه حرب. أهمية المنطقة هذه تكمل انه تم فصل الاتجاه الشرقي باتجاه المزرق عن الاتجاه الغربي باتجاه حجة حرب باتجاه حرب باتجاه مثلث عام. انتصارات اليوم بتتحقق كما تشوف انتم، والعدو بيهرب. هي كان لتأمين المنطقة هذه والتحرك ان شاء الله باتجاه صعدة بإذن الله تعالى. كذلك تدور معارك شرسة بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي والسيطرة على الخط الرابط بين حرض والمزرق بمحافظة حجة.
مراسلنا في حجة أكد أن القوات الحكومية سيطرت على مناطق جديدة في محور حرض، وتمكنت من قطع طريق الرابط بين حرض ومنطقة المزرخ، ولقي أكثر من 200 عنصر حوثي مصرعهم خلال الثلاثة الأيام الماضية. كانت الميليشيات حشدتهم من محافظة حجة في محاولة منها لوقف تقدم القوات الحكومية بعد استيلائها على مديرية حيران. وكانت الميليشيات دفعت خلال الأيام الماضية بتعزيزات عسكرية إلى مديريتي عبس ومستبى بعد فرارها من مركز مديرية حيران التي خسرت فيها العديد من قياداتها. وفي سياق متصل، يواصل أبطال القوات الحكومية تطهير المزارع والتباب في أطراف مديرية حيران بعد تحرير مركز المديرية من ميليشيات الإرهاب الحوثية، آخذين في الاعتبار أهمية الحفاظ على حياة المواطنين ومساكنهم. في حيران بمحافظة حجة ثمت عمليات عسكرية تقوم بها القوات الحكومية لدحر الميليشيات الظلامية في إطار معركة الخلاص الوطني من ميليشيا الحوثي الإرهابية. بشجاعة منقطعة النظير يتم ملاحقة مسلحي الحوثي بعزيمة وبسالة من قبل أبطال القوات الحكومية، الأمر الذي أدى إلى هزائم متلاحقة للحوثيين وتطهير قرى ومساحات واسعة في حيران والاستعداد لتحرير مدينة عبس. ميليشيات الحوثي الإرهابية فرت مذعورة واتخذت من مزارع المواطنين مخابئ لتجنب ضربات القوات الحكومية، لكن الرصد الدقيق من الأبطال للميليشيات بالمرصاد يعقبها اقتحام وتطهير من فلو الجماعة الغدري والخيانة الحوثية. وللاطلاع على آخر المستجدات ينضم إلينا عبر الهاتف العميد الركن عبد مجلي الناطق باسم القوات الحكومية. مرحبا بك. يا أهلا وسهلا بك يا أخي العزيز، حياكم الله. ما الجديد لديكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية شكرا لك أخي العزيز مرة أخرى، وشكرا أيضا للسادة المشاهدين، وشكرا أيضا لقناة اليمن اليوم، هذه القناة التي تهتم بالانتصارات التي حققها جيشنا الوطني في مختلف الجبهات القتالية. الأيام هذه يعيش الجيش الوطني احتفالات النصر وتحقيق الانتصارات في مختلف الجبهات في صعدة وحجة وتعز والبيضاء ولحج، ونبدأها من لحج، حيث شن الجيش الوطني بإسناد من طيران التحالف العربي هجمات قوية ضد الميليشيات الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران. هذه العصابات المارقة والمتمردة والمعتدية على الوطن كبدت الخسائر الكبيرة في الأرواح والمعدات، وتم تحرير مفرق السحي وتبت العصيدة وتبت المدورة وكافة المرتفعات المطلة على خط الشريق الراهبة وسط انهيار في صفوف الميليشيات الانقلابية الحوثية. بتحرير الجيش الوطني لهذه المواقع الاستراتيجية تم تأمين الطريق الرابط بين مناطق مركز الضاحي والسحي بالخط العام، والتي كانت فعلا مغلقة منذ أكثر من 4 سنوات. تم أيضا تأمين الخط العام الرابط بين الشريقة والراهدة التابعة لمحافظة تعز. أما في محافظة تعز وفي مديرية ثناوية، جبهة ثناوية التي فعلا جعلت الميليشيات الانقلابية منكسرة ومهزومة ولت الأدبار فرار الجماعي، تمكن الجيش الوطني من تدمير الميليشيات الانقلابية وكبدها الخسائر المادية والبشرية، وتمكن من تحرير المواقع الاستراتيجية والهامة والحاكمة، حيث تم تحرير منطقة الهشمة ثاني مناطق المديرية، وذلك بعد تحرير منطقة حوامرة وجبال سمران الاستراتيجية المحاذية لمنطقة كرش جنوبا وماوية شمالا. وأثرت المعارك المتواصلة عن خسائر مادية كبيرة في صفوف الميليشيات الانقلابية الحوثية وسقوط عشرات من القتلى والجرحى، ولاذت أيضا الميليشيات الانقلابية بالفرار أمام الضربات المركزة لأبطال الجيش الوطني الأقحاحة. نعم. وأتت أخي العزيز هذه العملية العسكرية تهدف لتحرير مديرية ثناوية بالكامل التي عانت من الظلم والجور والخطف والقتل التي كانت تقوم بها الميليشيات الانقلابية بين الحين والآخر تجاه المواطنين العزل في تلك المناطق،
وما زالت إلى هذه اللحظة المعارك المستمرة وسط تقدم كبير وثابت للجيش الوطني وانهيار كبير في صفوف الميليشيات الإنقلابية الحوثية. كذلك هناك انتصارات كبيرة بالنسبة لصعدة وحجة في السيطرة على مركز مديرية حيران بالكامل، وجيشنا الوطني اليوم يتقدم نحو مديرية عدس مكبدا الميليشيات الإنقلابية. الخسائر الكبيرة في الأرواح والمعدات، واستخدم التكتيكات العسكرية وبالأخص الالتفاف والتطويق لهذه الميليشيات الإنقلابية الحوثية. نعم نعم، حدثنا عن صعدة وحجة. هناك كما قلنا سلفا في محافظة حجة وبالذات في مديرية حيران، هذه المديرية الكبيرة والمترامية الأطراف والتي تدين بالولاء للشرعية وتدين بالولاء أيضا للجيش الوطني الذي أتى لتحريرهم من قبضة الميليشيات الإنقلابية الحوثية. وفي مركز مديرية حيران التابع لمحافظة حجة تم تحرير المركز بالكامل، والجيش يتقدم نحو مديرية عدس لتحريرها من قبضة الميليشيات الإنقلابية الحوثية. وانتصرت أيضا في حرض وبالأخص في جبل النار وفي المناطق المتاخمة لذلك الجبل وتحقيق السيطرة النارية على الخط الدولي وكذلك على مواقع الميليشيات الإنقلابية. أما في صعدة فهي وكر الميليشيات الإنقلابية ووكر قادتها الذين حولوا البلاد اليمن إلى فسادا وخرابا. ها هو الجيش الوطني اليوم اقترب نحو عقبة مران ويتقدم يوما بعد يوم للوصول إلى السيطرة الكاملة على جبل مران ليرفع العلم ويرفرف على قمة الجبل ونستعيد تلك الأسلحة المنهوبة في كهوف مران، وأيضا نخرج من تلك الجبال قادة الميليشيات الإنقلابية المختبئة في تلك الجبال. أيضا هناك تقدم في جبهة الملاحيض بشكل كبير، والتقدم كما أسلفت لك نحو جبل مران، التقدم أيضا في مديرية باقم وفي مركز المديرية والذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من استكمال تحرير مركز مديرية باقم، وخاصة بعد السيطرة النارية على أجزاء كبيرة من مركز المديرية والسيطرة على أهم الجبال والسلاسل الجبلية والهيئات الحاكمة القريبة من مركز مديرية باقم. أيضا تقدم كبير في مديرية كتاف، والتقدم نحو مركز المديرية لم يبقى سوى 4 كيلومتر وهي أيضا تحت السيطرة النارية، وعما قريب سيتم استكمال تحرير كتاف. أيضا انتصارات في محافظة الجوف وخاصة في مديرية برط العنان الذي استطاع الجيش الوطني أن يسيطر على عدد من السلاسل والجبال الهامة والحاكمة. أيضا في البيضاء ناصعة البياض أخي العزيز، بعد التحرير الكبير لعدد من الأماكن في منطقة فضحة وسد فضحة ومواقع الفقراء، وأيضا تقدم نحو مفرق عفار، هذا المفرق الذي سيكون مفرقا فاصلا ضد الميليشيات الإنقلابية الحوثية وسيحقق الانتصار لاستكمال تحرير محافظة البيضاء بالكامل ومن ثم إلى ذمار. نعم، إذن العميد الركن عبد مجلي الناطق باسم القوات الحكومية، شكرا جزيلا لك. لذلك تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية جرائمها بحق أهالي مديرية حيران، وذلك بالقصف المباشر والمتعمد لمنازل المواطنين والتضييق عليهم، ما اضطر الآلاف منهم إلى مغادرة قراهم بحثا عن الأمان. الآن لا يوجد في هذه الأماكن ولا أحد، كلهم نزحوا تركوهم وهربوا. هذه المساكن في مديرية حيران بمحافظة حجة باتت خاوية على عروشها، وهجرها الأهالي بفعل القذائف العشوائية التي انهالت بها ميليشيات الحوثي الإرهابية فوق رؤوسهم، جاعلة منهم أهدافا مباشرة. القذيفة ضربوها على القرية، هذا شوفها ضربوها على القرية الصواريخ في البيوت. البيوت البسيطة والمنازل الطينية كانت مأوى لأكثر من 5000 مواطن، لكن ميليشيات الحوثي هجرتهم من منازلهم وجعلتهم يشكلون موجة نزوح جديدة، مضافة إلى أكثر من 3 ملايين نازح بفعل الحرب التي أشعلتها الميليشيات قبل 4 سنوات. هذا هو قذائف الحوثي، قذائف الحوثي
ضربوا في القرية. وتيرة قصف الميليشيات المتعمد لقرى مديرية حيران ارتفعت بعد تطهير القوات الحكومية مركز المديرية منتصف أغسطس الجاري، ومنذ ذلك الحين وعناصر الفئة الباغية تقوم بردة فعل يائسة ضد المدنيين العزل، استهداف المدنيين ومنع وصول المساعدات الغذائية إليهم وإجبارهم على النزوح، تعد جرائم حرب مكتملة الأركان تمارسها الميليشيات ليل نهار بحق أهالي مديرية حيران، ضمن أفعال تتنافى مع كافة المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية. وفي محافظة حجة أيضا وجهت ميليشيات الحوثي الإرهابية عددا من عناصرها وبعض الموالين لها لحصار قبائل حجور. مصادر محلية أكدت أن الميليشيات الحوثية تتوجه لحصار قبائل حجور من الجهة الشرقية والجنوبية على امتداد مديرية الجميمة حتى مديرية كشر وقارة شبالة، ووضعوا خطتهم لذلك. أشارت إلى أن عناصر الميليشيات الظلامية بدأوا بوضع نقاط تفتيش تابعة لهم، لافتا إلى أن الميليشيات تحاول الاستعانة ببعض قبائل حاشد لحصار إخوتهم من أبناء مديرية حجور، الأمر الذي قوبل بالاستهجان والرفض من معظم أبناء قبيلة حاشد التي كانت ولا تزال درعا حصينا للثورة والجمهورية. في إطار جرائمها المستمرة ضد الإنسانية، تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية قصف منازل المدنيين في قرى ومدن الساحل الغربي التي تم دحرها منها في صورة تكشف مدى إرهاب هذه الجماعة الإجرامية. هكذا بدت منازل المواطنين، خراب ودمار بعد قصفها المتكرر من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية التي لا تراعي حرمة لبيوت يسكنها أطفال ونساء. إنها ممارسات ضد الإنسانية دأبت عليها جماعة الحوثي كمنهاج عرفت به لوضع بصمتها التدميرية من أجل مشروعها الدموي. عشرات القبائل سقطت على مدينة الحيتاء من قبل الحوثيين، هذه الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران سقطت على البيوت ودمرت البيوت وتركت آثار كارثية لا يمكن أن ننساها، فدمرت أهلكت الحرث والنسل في مدينة الحيتاء، فكان هناك منازل دمرت بأكملها وهناك قتلى وهناك نفوق من كثير من الحيوانات وكثير من الأرواح أزهقت في هذه المدينة التي ما زالت تعاني من خطر هذه القبائل الوحشية التي تنطلق من قبل الحوثيين، هذه العصابة المجرمة، فنسأل الله أن ينقذنا من هذه الميليشيات الحوثية المجرمة. بأسى يقف هؤلاء الأطفال على أطلال منزلهم الذي دمرته ميليشيات الحوثي الإجرامية، ولسان حالهم يقول بأي ذنب هدم بيتنا، ولماذا عمل بنا هكذا الحوثي، وما لا يجد له الأطفال الأبرياء جواب لم يجده العقلاء أيضا. ذلك أن جماعة الموت الحوثية نفسها أوغلت في سفك الدم وتفرعنت بالإرهاب والعنف، إنها الشر المستطير أينما وجدت وحيثما مرت. إلى ذلك استهدفت الميليشيات الحوثية قافلة إغاثية تابعة للصليب الأحمر في محافظة الحديدة كانت في طريقها إلى المواطنين المحتاجين للمساعدات. مصادر محلية أكدت أن بقايا جيوب الميليشيات الحوثية في مديرية التحيتة استهدفت القافلة الإغاثية، وتعرضت إحدى القاطرات المحملة بمواد إغاثية للاعتداء أثناء مرورها في الخط الرملي بالقرب من مدينة التحيتة مركز المديرية، وتلف ما تقله من مواد إغاثية. الجدير ذكره أن المقاومة المشتركة والصليب الأحمر يبذلون جهودا إنسانية كبيرة لإغاثة الأهالي المتضررين وتطبيع الحياة في مدينة التحيتة ذات الكثافة السكانية والمحررة مؤخرا من دنس وبطش الميليشيات الحوثية الكهنوتية. تستميت جماعة الموت الحوثية في الترويج لفكر الضال بحقية الكهنوتيين في الولاية، فتسعى لترهيب الناس في المناطق الخاضعة لسيطرتها وإجبارهم بقوة السلاح على المشاركة فيما يسمى بيوم الغدير لتأكيد أحقية زعيمها في الحكم. ما يخلق الله إنسانا يخلقه ويعده إعدادا ويهيئه تهيئة لهذه المهمة ولهذا الدور العظيم وليكون لائقا بهذه المسؤولية وفي مستوى هذه المسؤولية العظيمة والمقدسة. ومن يختاره لهذا الدور ليست مسألة
انتخابات مثلا أن يطلب الله من عباده أن ينتخبوا لهم رسولا أو نبيا. ذلك ما يستميت الحوثي من أجله ويدفع بالآلاف من الأبرياء للموت في سبيله كي يصل إلى كرسي السلطة الدائمة إلى يوم القيامة دون احترام لحقوق الناس ومشاعرهم، حيث لا وجود لهذا المعتقد إلا في مخيلته ومخيلة أتباعه. ما يعرفه اليمنيون أن هناك مذهبين هما الشافعية والزيدية وبعض المذاهب الأخرى التي تعيش بسلام وإخاء ومحبة وتصاهر واستقرار، حتى جاء الحوثي بفكره الدخيل على الشعب اليمني محاولا فرضه بالقوة، وهو ما حذر منه الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح قبل استشهاده بساعات فقط. مشروع إمامي كهنوتي يحل محل النظام الجمهوري، والذي حل النظام الجمهوري محل النظام الإمامي في 26 سبتمبر عام 1962، والآن يعيدون الكرة أنهم يريدون تحت مظلة العلم الجمهوري والنشيد الوطني وأنهم مع النظام الجمهوري. 3 سنوات عجاف والشعب يعاني من هذا التصرف الأرعن والغير مسؤول بعنجهية وطائفية ومناطقية وعنصرية، تصفية المؤسسات من كل أبناء الشعب اليمني ويحلوا محلهم من نفس العشيرة ومن نفس القائمة في كل المؤسسات وفي كل الوزارات، وكأنهم هم كما يقولون أنهم الصفوة وأنهم من أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا التصرف العنجهي العنصري غير مقبول لشعبنا اليمني العظيم الذي قدم فلذات أكباده دفاعا عن النظام الجمهوري. وبينما يحب الجميع ويحترمون الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، يحاول الحوثي وأتباعه الإساءة له والانتقاص من قدره العظيم من خلال أفكارهم الهدامة التي ينسبونها زورا للإمام علي المعروف بشجاعته وزهده وورعه وإيمانه وطهره. يدعون انتماءهم لآل البيت ويفرضون أنفسهم وفكرهم بقوة السلاح، ناسين أن الله تعالى خاطب نوحا عليه السلام عندما غرق ابنه بأنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. أتينا اليوم للاحتفال بذكرى تنصيبه واليا على الأمة الإسلامية. نعم أيها الإخوة، في مثل هذا اليوم كان ذكرى عيد الولاية الذي نصب فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله الإمام علي بن أبي طالب على كل مؤمن ومؤمنة. الحوثي وفي القرن 21 قرن العلم والتكنولوجيا والتطور يريد إعادة اليمن إلى صراع غابر مضى عليه أكثر من 1400 عام، لأنه يعلم حجمه الحقيقي في الشارع اليمني، وإلا لاحتكم لصندوق الاقتراع ويحكم في حال فوزه بطريقة ديمقراطية باعتبار الشعب اليمني هو مالك السلطة ومصدرها. الأكاديميون يحاول الحوثي جعلهم فريسة لأكاذيبه بالإكراه كي ينتزع منهم تصويرا يروجه أمام الناس. أتولى من أمرتنا بتوليهم ونتولى من أمرتنا بتوليه سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين العالي. حتى الأطفال لم يسلموا من هذا الفكر الضال الذي يحاول الحوثي فرضه بقوة السلاح وجعله ثقافة من شأنها تدمير النسيج الاجتماعي لليمن وإدخاله في حرب لها أول وليس لها آخر.
حقيقة ساطعة لا بد أن يدركها الحوثي مهما ظلل وتغافل، أن العالم بأسره يتجه نحو الحرية والديمقراطية، بينما هو يتجه نحو الخرافات التي تقوده إلى الدكتاتورية. أما الشعب اليمني فقد شب عن التطوق، ولا يمكن أن ينحني إلا لله، ولن يقبل بزمن الدجل والخرافة. فاليمنيون متساوون في الحقوق والواجبات، ولا يمكن أن يأتي شخص من أدغال الكهوف لحكمهم بقوة السلاح. ولن يعيش اليمنيون إلا أحرارا كرماء، فإما حياة تسر الصديق، وإما ممات يغيظ العداء. فيصل الشبيبي، اليمن اليوم. استهجن قانونيون ومراقبون سياسيون ما يدعى بأنه تقرير للجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة يخلط الأوراق السياسية ويتبنى وجهة نظر مخالفة لكافة تقارير الأمم المتحدة وقرارها 2216، حيث يرونه لا يتعدى بحث عينة استهدف ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وليس له أي صلة بالواقع. هل تؤسس الأمم المتحدة لصراع أطول في اليمن؟ سؤال يجب أن يطرح لفهم ألغاز وألقام تقرير من يدعون أنهم خبراء تابعون للأمم المتحدة وتصفهم الأخيرة بأنهم مستقلون. حاول الخبراء تقديم التقرير بأنه توصيف عام للحالة اليمنية والحرب الدائرة لأربع سنوات مضت، رغم أن ذات الخبراء أصدروا تقريرا قبل أشهر يدحض ما حاولوا تسويقه في تقريرهم الأخير، ويقدم الأمم المتحدة كمتناقضة. ولنا أن نعود بالذاكرة القريبة إلى التقرير السابق حين أطلق الحوثي على مبادرة تسليم ميناء الحديدة خيانة عظمى، لتقابله الأمم المتحدة آنذاك بأن جماعته ليست إلا مجموعة من الأثرياء الجدد يستغلون أموال ميناء الحديدة لتبديدها على حروب ميليشياتهم وفتح جبهاتهم الخاصة. تقرير خبراء الأمم المتحدة الجديد جاء معاكسا لما سبقه، فقد اعتبر تطهير محافظة الحديدة وتحرير مينائها من يد الحوثيين عبارة عن عدوان كما سماه، ليثبت للعامة أن هذا التقرير ليس إلا نتيجة لمتابعة ناشطي التواصل الاجتماعي الذي يحارب بهم الحوثي في الإنترنت أكثر منهم في الجبهات. هل يعلم خبراء الأمم المتحدة بأن منظمتهم أصدرت قبل 8 أشهر تقريرا يفيد بوصول أسلحة لميليشيات الحوثي من إيران عبر سواحل اليمن؟ وهذا يضع الجميع أمام تساؤلات كثيرة عن دور الأمم المتحدة المتخبط في كل واد. أما الأهم، فهل ما تزال نظرة الأمم المتحدة للقضية اليمنية قاصرة وغير واضحة؟ تقرير باحثين ليس إلا هكذا يعلق قانونيون على التقرير الهزيل المتناقض حد وصفهم، فهذا التقرير لا يمثل رؤية الأمم المتحدة وليس إلا جهود باحثين استقوا معلوماتهم من مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة عراقيل في الميدان حد وصف تقريرهم. كما يرى مراقبون أن تقرير ما يسمى بالخبراء ليس إلا أحد أساليب المرادة لجر الحوثي إلى مفاوضات سياسية، لكن ضرره أكثر من نفعه، فقد أطلق مسميات جديدة على الوضع في اليمن، ما قد يعقد من مسألة الحل وإيقاف الحرب ويضع الأمم المتحدة في خانة المتلاعب. وفيما كان اليمنيون ينتظرون قرارات أممية توقف ميليشيات الحوثي عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب اليمني، يخرج التقرير السنوي لفريق الخبراء بنتائج لا ترقى إلى المستوى الذي ينشده اليمنيون في فضح جرائم ميليشيات الحوثي وانتهاكاتها بحق المدنيين. في الوقت الذي يتطلع فيه اليمنيون لبعض من الأمل الذي يعمل على إخراج البلاد من دوامة الحرب التي أهلكت الحرث والنسل على مدى 4 سنوات تسببت في إشعالها ميليشيات الحوثي الإجرامية، خرج التقرير السنوي لفريق الخبراء المقدم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بنتائج لا ترقى إلى المستوى الذي ينشده اليمنيون والكفيل بوقف الحرب وفضح جرائم ميليشيات الحوثي وانتهاكاتها بحق المدنيين. فريق الخبراء المفوض من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حمل جميع الأطراف المتصارعة مسؤولية النزاع في اليمن، واصفا الجرائم المرتكبة بجرائم حرب ضد الإنسانية. مراقبون اعتبروا تلك التقارير التي رفعها فريق الخبراء بناء على قصص استمعوا إليها من الميليشيات الحوثية، وتناسى الفريق المفوض فضائع الجرائم الحوثية التي ارتكبتها بحق المدنيين.
تهجير المدنيين والاعتداء على الممتلكات العامة ومصادرتها لصالح قياداتها وتسخيرها لصالح ما يسمى بالمجهود الحربي، هذا ما تقوم به جماعة الإرهاب الحوثية منذ اليوم الأول لتواجدها في المدن بقوة السلاح وفرض سيطرتها على مؤسسات الدولة ونهب المال العام وقتل وسجن كل من يقف أمام هذه الجماعة أو يتلفظ بكلمة مخالفة لرأيها. كل هذه الجرائم ظلت غائبة عن أنظار المجتمع الدولي الذي يظل في أذهان اليمنيين المانع لارتكاب مزيد من تلك الجرائم. جانب آخر من تلك الجرائم المرتكبة بحق الشعب الأعزل من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية تمثل في زراعتها للألغام المتنوعة ذات الأصناف والأحجام المتعددة التي تعمدت جماعة الكهنوت زراعتها في المساكن وعلى الأراضي الزراعية وجانبي الطرقات والمناطق الآهلة بالسكان، حيث ذكرت إحصائيات أخيرة أن عناصر الإرهاب زرعت ما يقارب 1,000,000 لغم أرضي على مساحات واسعة من الأراضي اليمنية، حصدت أرواح المئات من المدنيين وأصابت الآلاف، تنوعت إصاباتهم بين كلية وجزئية، وهو ما أكدته منظمة هيومن رايتس ووتش بأن اليمن هي ثاني أكبر دولة بعد الحرب العالمية الثانية من حيث زراعة الألغام. جماعة ميليشياوية مارست بحق الشعب ما لم يمارسه أجدادهم على مدى أعوام لتثبت للعالم بأنها جاءت لبناء مشروعها المزعوم على حساب الآلاف من الأبرياء المدنيين، وما تلك الشعارات التي تتغنى بها تلك الجماعة إلا طريق عبور للسيطرة والتفرد بالحكم. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحامي محمد المسوري رئيس فريق السلام الدولي، مرحبا بك. مرحبا بك أخي الكريم، حياكم الله. ما هذا التقرير وما الذي يحصل بالضبط؟ يا سيدي الكريم، نحن يوم أمس طبعا أصدرنا بيان في فريق اليمن الدولي للسلام، تحدثنا فيه عن التقرير بشكل عام، وإن شاء الله قريباً كان أصدر تقريباً تفريدياً هذا التقرير الذي أظهر انحيازه الكامل للحوثيين، فسيطر على جرائم الحوثيين بشكل كامل، وهذا الأمر طلبنا بشأنه أن يتم التحديد مع هذا الفريق وفق الجنة أنهم فعلاً تسطروا. عندما قرأ التقرير سألت نفسي هل أعد هذا التقرير في جنيف أم في صعدة؟ هذا التقرير سياسي بامتياز لا علاقة له بحقوق الإنسان على الإطلاق. أتعلم ويعلم الجميع بأننا التقينا بفريق الخبراء في بيروت، في مكتبهم في بيروت، في عمان، في القاهرة، في عدن، جمعنا لهم ضحايا أحداث ديسمبر، سلمنا لهم تقرير كامل حول الجرائم المنسية، لأن جرائم الحوثيين منسية لم يتحدث عنها أحد. عقدنا الكثير من اللقاءات، نشرنا يوم أمس الصور التي تؤكد بأننا التقينا بهم، ولدينا الأدلة بأننا التقينا بهم وقدمنا لهم التقارير والأدلة وأحضرنا الضحايا والشهود، وكنا على بانتظار أن يطلع في تقريرهم جريمة اغتيال الزعيم والأمين والجرائم التي ارتكبت في أحداث ديسمبر على سبيل المثال. ورد في تقريرهم بأن الفترة المخصصة لتقريرهم من 1 سبتمبر 2014 إلى 30 يونيو 2018، أحداث ديسمبر واغتيال الزعيم والأمين في هذه الفترة، لكنهم لم يتطرقوا لها على الإطلاق، لم يتكلموا عن الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي منذ انجلابها على السلطة وسيطرتها على البلاد. كان التغيير منحاز انحياز كلي، هناك جرائم كبيرة جدا تعلمها أنت وأعلمها أنا ويعلمها الكثير، ونحن جميعا وأنت منهم وجميع طاقم قناة اليمن اليوم من ضحايا الميليشيا الحوثي، لكن الفريق لم يتحدث على الإطلاق عن هذه الجرائم، وإن تحدث عن بعض الاعتقالات تحدث بشكل عام وبلفظ مطاط دون الإشارة إلى أن من ارتكبها هم ميليشيا الحوثي. يأتي هذا التقرير ليتحدث عن تحرير محافظة الحديدة بأنه عدوان، أين هم من القرار 22/16 الذي يتحدث عن إعادة الشرعية وعن إنهاء الانقلاب؟ أليس في تحرير الحديدة تنفيذ القرار 22/16؟ ثم ماذا يأتي بيصف عبد النصر الحوثي بقائد الثورة؟ إذن اعتبر أن ثورتهم شرعية وأن السلطة أو الحكومة اليمنية غير شرعية، هنا يجب على الحكومة اليمنية أن يكون لها رد عاجل، لأنهم بهذا التقرير ينسفون سلطة
الشرعية ويجعلون من الانقلاب شرعية. هنا فراء كبير جدا، هناك أيادٍ خفية عملت بشكل واضح لإصدار هذا التقرير المجحف، التقرير الظالم. نحن كنا في السنوات الماضية ننادي بتشكيل لجنة التحقيقات الدولية وكنا نصرخ في المحافل الدولية، اليوم نحذر من تشكيل أي لجنة تحقيق دولية، لأننا أصبحنا سلعة في نظرهم، يتاجرون بنا، يصدرون تقارير الابتزاز، تعودنا منهم. أتسمعني أستاذ بندر؟ نعم نعم أسمعك أستاذ محمد. تعودنا منهم أخي الكريم في كل اجتماع لمجلس حقوق الإنسان، ونحن بعد 10 أيام تقريبا سيعقد اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن يصدروا مثل هذه التقارير لابتزاز التحالف وابتزاز المملكة وابتزاز الإمارات وهكذا. إلى أي؟ الشعب اليمني أستاذ محمد. إلا نعم. طالما وتم إغفال تواريخ وتم إغفال الكثير من الأحداث والكثير من الجرائم، يعني إلى أي مدى تعتمد الأمم المتحدة ومجلس الأمن في قراراتهم على مثل هذه التقارير؟ يا سيدي الكريم، التقرير الآن هو لو تمعنا في هدوء، هم يريدوا التنبيه، طلبوا في تقريرهم من مجلس حقوق الإنسان أن يمددهم لفترة جديدة لكي يستمروا في سيناريو ابتزاز اليمن وابتزاز التحالف والمتاجرة بالدم اليمني. نحن علينا الآن أن نقول هذه الجملة لمليان، نحن الشعب اليمني نرفض رفضا قاطعا أي لجنة دولية للتحقيق، لأنها أثبتت فشلها، أثبتت أنها طرف متستر على الحوثي، تسترت بشكل كبير، وبالتالي علينا أن نطالب بالتحقيق الوطني العادل والنزيه والشفاف. لا نسلم أنفسنا إلى للخارج على الإطلاق، لأنهم لا يريدون لنا شيء. إذا كان يصف تحرير الحديدة بعدوان، فماذا تريدون بعد ذلك؟ نعم طالبتم بالتحقيق. هذه الكارثة أستاذ محمد، طالبتم بالتحقيق من من؟ يعني من سيحقق؟ طالبنا في الفترات الماضية في بداية الحرب بأن تشكل لجنة التحقيقات الدولية فيما تعرض له الشعب اليمني، وكنا مخطئين في ذلك الوقت، لأننا اليوم اكتشفنا أن اللجان الدولية ما هي إلا لجان تتاجر في قضية اليمنية حتى على مستوى المساعدات، يطلبون من الأمم المتحدة ويطلبون من دول العالم أن تدعم اليمن بتقديم مساعدات بخمسة مليار، ونصبح سلعة فقط يتاجرون بنا. علينا أن نتحرك، علينا أن نتكاتف جميعا نحن اليمنيون لإنقاذ وطننا، لأنه لا نعول على المجتمع الدولي على الإطلاق. نحن الآن نشاهد الطائرات التي تصل إلى مطار صنعاء، طائرات بعدد كبير جدا، يقولون عنها مساعدات، وهناك أشياء خفية وراء الكواليس لا يوجد مراقبة على الإطلاق. علينا أن نتكاتف جميعا، يعني أقولها بصراحة، علينا أن نتكاتف جميعا اليمنيين الرافضين للحوثيين أن يتكاتفوا وأن يقفوا في خندق واحد لتحرير الوطن. ما لم فإننا سنبقى ضحية لإيران ولقطر ولكل من يلعب بقضيتنا. علينا أن نتكاتف مع التحالف العربي لتحرير اليمن، وأشيد بما ذكره اللواء محمد الفوسي الذي قال ليس من العيب أن نستعين بإخواننا العرب، ليس من العيب أن نتكاتف وأن ننسى جراحنا الماضية، علينا أن نقف في خندق واحد لتحرير الوطن هذه مسؤولية وأمانة. علينا أن ننفذ وصية الزعيم رحمه الله تعالى عندما قال أدعو إلى المصافحة والمصالحة ومد يده للجميع، وكفانا إلى اليوم أن نهدر الشعب اليمني المغلوب على أمره بين يدي هذه العصابة الإرهابية. نعم نعم. الأستاذ محمد المسوري المحامي ورئيس فريق السلام الدولي، شكرا جزيلا لك. مستمرة النشرة فيها بعد الفاصل. الإمارات تقدم محطة كهرباء بقدرة 120 ميجاوات لمدينة عدن. يا الله انك عارف 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 انك ع
الإمارات تقدم محطة كهرباء بقدرة 120 ميجاوات لمدينة عدن، وأزمة مشتقات نفطية تعصف بمحافظتي عدن ودمار وعدد من المحافظات، واليورو يتراجع أمام الجنيه الاسترليني. جولة اقتصادية جديدة، والبداية محليا، حيث قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة محطة كهرباء بقدرة 120 ميجاوات بتكلفة 100 مليون دولار لتركيبها في منطقة الحسوة بمدينة عدن وتشغيلها في أكتوبر المقبل على مساحة 30 ألف متر مربع. وكانت سفينة إماراتية رست في ميناء عدن تقل المحطة المقدمة من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية. تشهد مدينة عدن والمحافظات المجاورة لها أزمة حادة في المشتقات النفطية، وتستمر محطات بيع الوقود بالإغلاق أمام المواطنين بعد نفاذ الكميات المخصصة لها منذ فترة، رغم بيع المشتقات بأسعار مرتفعة تصل إلى 8000 ريال للجالون سعة 20 لتراً. وتسبب هذا الوضع في ازدهار السوق السوداء، وبات مهربي المشتقات وتجارها يبيعون الوقود بأسعار مضاعفة في شوارع المدينة. شهدت محافظة دمار أزمة مشتقات نفطية حادة في ظل إغلاق الكثير من محطات بيع المشتقات النفطية، ما أدى إلى انتشار الطوابير الطويلة للسيارات أمام بعض المحطات والتي تتوفر فيها مادة البترول بسعر 9000 ريال الجالون الواحد سعة 20 لترا، بينما يباع في السوق السوداء بمبلغ 12000 ريال. أما مادة الديزل فهي معدومة تماما. الجدير بالذكر أن ميليشيات الحوثي افتعلت قبل أشهر أزمة مشتقات نفطية في العاصمة صنعاء والمناطق المتبقية تحت سيطرتها بهدف رفع أسعارها إلى أضعاف ما كانت عليه. تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية بشكوى تجارية دولية احتجاجا على قرار روسيا زيادة الرسوم على بعض المنتجات الأمريكية الشهر الماضي بحسب وثيقة وردت إلى أعضاء منظمة التجارة العالمية. وأعلنت روسيا مطلع يوليو رفع نسبة الرسوم على بعض الواردات من الولايات المتحدة من 25 إلى 40% ردا على إجراء مماثل قامت به واشنطن. وأخيرا، تراجعت العملة الأوروبية اليورو إلى أدنى مستوياتها في أسبوع أمام الجنيه الاسترليني بعد أن لمح كبير مفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج البريطاني إلى موقف مرن تجاه المملكة المتحدة في المحادثات الجارية حاليا. وهبط اليورو في المعاملات المبكرة في لندن 2% إلى أقل سعر في أسبوع أمام العملة البريطانية عند 89 جنيها و73 بنسا لتصل خسائره منذ الجلسة الماضية إلى 1.3%. شارك الآلاف في مهرجان حرب الطماطم الذي يقام سنويا في إسبانيا، وتراشق المشاركون بأطنان من الطماطم التي أوشكت على التلف وسط إجراءات أمنية مشددة. شارك نحو 20,000 شخص في واحدة من أكثر معارك الطعام إثارة في أوروبا، مهرجان حرب الطماطم السنوي في بنولو شرق أسبانيا، وبعد ساعات كانت المدينة قد تحولت إلى اللون الأحمر، بينما كان مشاركون من أسبانيا وغيرها من دول العالم يتراشقون بطماطم ناضجة تاركين الشوارع تموج بالعصير الأحمر. ويتم تحميل الطماطم في شاحنات تعبر شوارع المدينة الضيقة وسط الحشود الضخمة القادمة من جميع أنحاء البلاد للمشاركة في هذا الحدث السنوي الفريد من نوعه، كما يتم تغطية واجهات المنازل والمتاجر لحمايتها من حبات الطماطم المترامية في كل مكان. واحتفل الأسبان بهذه المهرجان السنوي في نسخته 72 وسط تعزيزات أمنية بعد الهجمات الأخيرة في كاتلونا في احتفالية تخللها عروض موسيقية راقصة طوال أسبوع كامل. ومن تقاليد المهرجان ارتداء النساء ملابس بيضاء وعدم ارتداء الرجال أي قمصان.
ويعود أصل مهرجان توميتين إلى شجار عفوي بين قرويين في عام 1945، وتم حظر المهرجان لفترة في الخمسينات في ذروة الحكم الدكتاتوري فرانكو، لكنه يجذب الآن حشودا كبيرة من السكان وأيضا السياح. وتنتعش مدينة بونولو سياحيا بفضل مهرجان الطماطم وشعارته التي تغطي أرجائها بتغطية واجهات المتاجر والمنازل لحمايتها من عصير الطماطم، وتكدس الحشود الضخمة المشاركة في الحدث السنوي بالأسبوع الأخير من شهر أغسطس من كل عام. وفي الختام تذكير بأبرز العناوين: أصرع قيادات حوثية في جبهة مران والسيطرة على الخط الرابط بين حرب والمزرق. قوات الحكومية تتقدم نحو مثلث عاهم وتطهر المزارع والتباب في مديرية حيران. تقرير خبراء الأمم المتحدة يظهر التحيز في التناول والعجز في تقييم الوضع في اليمن. لقاؤنا في 5:30 على خير في أمان الله.